متابعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم في الحلقة الأولى من برنامج ترندات هذا البرنامج اللي له من اسمه نصيب ترند ففي المجموعة ترندات اللي راح نصول نجول في مواقع التواصل الاجتماعي لحتى نشوف الناس شو بتحكي وشو بتتفاعل وشو أكثر المواضيع اللي كل العالم حتى بيحكي فيها إن كان أردنيا عربيا وعالميا كذلك راح نكون معكم إن شاء الله تعالى في بداية حلقتنا والموضوع الأبرز واللي في الترند والجميع بيتحدث فيه هو موضوع جدري القرود. هذا الموضوع اللي مقلق الناس، إحنا ما لحقنا نتنفس الصعداء بعد يعني انتهاء إن شاء الله الكورونا إلا إنه الناس بدأت تخاف شوي من موضوع جدري القرود وتقرأ أكثر وتعرف أكثر حول هذا الموضوع. بداية كان هناك في معلومات عن هذا المرض بشكل عام وسبب انتشار جدري القرود الدكتور الأخصائي الأطفال محمد حميدي تحدث بفيديو ليطمن الناس ويحكي عن سبب انتشار هذا المرض تختلف نهائيا عن جدر المي اللي بنعرفه اللي بيصيب الأطفال واللي بينتشر كل فترة وفترة في المدارس واللي بنطرش الأطفال بسببه بالسائل الأبيض حتى نمنع الحكي أعطى شبه هجمتين محصورات في أماكن تربية القرود الأماكن اللي كانوا يربوا فيها القرود بهدف إجراء تجارب علمية عليهم أعطى شوية انتشار بهذيك المناطق ومن هون أجى اسمه بالعادة هو مرض مش خطير بيعطي نفس أعراض الإنفلونزا وبعد ثلاث أيام من أعراض الحرارة والصداع والوجع والألم في المفاصل بيطلع الطفح الجلدي بيحتاج إلى تواصل جسدي طويل الامد حتى ينتقل الفيروس من شخص لشخص انا بامريكا تقريبا حاله في بريطانيا ست حالات والست حالات في بريطانيا الحالات الجديده كلها مرتبطه ب الشواذ الجنسيه خصوصا عند الرجال في 23 حاله باسبانيا وخمس حالات بالبرتغال وكلهم عند الرجاله ما فيش حالات عند الستات الحديث بشكل عام كبير عن هذا الموضوع وبدأ ينتشر بشكل واضح. إسبانيا من أكثر الدول المنتشرة فيها المرض، وبعد حديث مستشار الحكومة في إقليم مدريد هناك في إسبانيا ذكر إنه أغلب الحالات هي بعد تتبع الحالات، أغلب الحالات هي كائنة أو صدرت من حمام ساونا، وهذا الحمام يرتدي إليه الشاذون جنسيا ليؤكد ما تقوله منظمة الصحة العالمية عبر يعني موقع لي في اخبار قناه الجزيره في هذا الخبر والذي يقول انه فيروس جدري القرود اجتماع طارئ لمنظمه الصحه وخبراء يؤكدون انتشاره بين المثليين جنسيا وعقدت منظمه الصحه العالميه اجتماعا طارئا بشان تفشي مرض جدري القرود الذي بدأ ينتشر في عدة دول بينما كشفت وكالة الأمن الصحي البريطانية أن انتشار المرض كان بشكل ملحوظ بين المثليين ومزدوجي الميول الجنسية في كل من المملكة المتحدة وأوروبا هذا والكثير من الناس كانوا يتفاعلون مع هذا الوسم وهو جدري القرود، تفاعل الناس كان ما بين الحقيقة والأسباب و كيف تسمى هذا المرض وكذلك ايضا بين السخريه من هذا المرض كانت طبعا هناك كثير من التعليقات محمد عرساني بيحكي جذر القرود هذا الناقص علينا اكيد قصده بعد الكورونا مش اكثر ومستغرب ومش ناقصه تيسير الخطيب بيحكي في جذر القرود راح تكون مشكلتنا الاكبر مع مصطلح وصف المصاب جردن بدل مكورن <applause> وهذا المتوقع اللي ان شاء الله اكيد ما بصيبنا وبعيد عنا ولكن هيك الناس بتوصف المرض، الشيخ سلطان ابو زيد بيحكي اعراض جدري القرود اسبوعين وبتطلع على الشجره لحالك، طبعا بيوصف الموضوع بانه القرود بيطلعوا لحالهم بعد هذا المرض، نسيبه المقابله نسيبه المقابله بتحكي القرد بعين امه غزال بجدري أو اللي بدون جدري بالأخير القرد حسب المثل بضل بعين أمه غزال منى نمري بتحكي وقت الكورونا كنا نضل ناكل حمضيات عشان الفيتامين سي هلا جدري القرود شو نعمل عشان ناكل موز مثلا أو شو اللي حيصيبنا في الفترة الجاية إذا وصلنا المرض ولكن الكل أيضا والحديث كان على أنه أسباب انتشار أو تناقل المرض صعبة جدا إلا بالالتماس والمقابلات المباشرة بين الناس وبين المرضى هذا المرض اللي انتشر أو كان موجود في أفريقيا أو في بعض المناطق اللي فيها تربية الحيوانات والقرود تحديدا إلا أنه الخوف من انتشاره الآن في العالم بشكل عام والحمد لله طبعا أنه إحنا الآن ما وصلنا وإن شاء الله ما بوصلنا لأنه أصلاً كل موضوع الشذوذ هذا غير مقبول وحتى الرهاب كذلك من الخوف يعني من موضوع الشذوذ الجنسي واللي راح ننتقل ان شاء الله لفقره ثانيه عن ادريس غانا واللي عانى من موضوع الهراب الذي يتحدث عنه العالم انه لا يجوز ان يكون هناك اي رهاب من او الحديث حتى من المثليه لنتابع في الفقره القادمه ادريس غانا هذا الوسم وهذا الهاشتاج اللي انتشر بشكل كبير خلال الايام السابقه والسبب كان انه ادريس غانا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لاعب الوسط في الجوله من الدوري الجوله 37 في الدوري كان هناك مباراه هذه المباراه وافقت اليوم العالمي لمكافحه رهاب المثليه الجنسيه والشواذ طبعا هذا يوم عالمي فكان في هذه المباراه على اللاعبين انهم يلبسوا القميص وهناك شارة تدل على الألوان المعروفة واللي دائما هي شعار للمثلية الجنسية، رفض هذا اللاعب ادريس غانا واعتذر عن المباراة. لما علمت جمعيات حقوق المثليين انه ادريس غانا فقط انه غاب، هو لم يهاجم، لم يعلق، لم يحارب ابدا، انما هو غاب فقط عن هذه المباراة لأنه لن ولم يرضى انه يكتب او يحمل معه هذه الألوان ليعبر دعم للشذوذ الجنسي. قامت الدنيا وما قعدت طبعا، قامت هناك في اوروبا ومن هذه الجمعيات المثليه وفي المقابل قامت لقامه عند العرب وعند المسلمين وكل المحبين لباريس سان جيرمان وكذلك للاعب ادريس ليدعموه انه هذه من ضمن الحريه ايضا انه يرفض وان لا يشارك في دعم هذه المثليه في هذه المباراه، هناك كان تفاعل كبير ودعم كبير لادريس غانا على هذا الموقف اللي شفناه. تعليقات عديده كانت موجوده حملت تضامن مع ادريس غانا على السوشيال ميديا بشكل كبير، هناك كانت تعليقات كثيره. محمد هنيدي الممثل المصري المعروف الكوميدي ذكر انه يجب ان لا يتم اجبار اي شخص بالقيام بشيء يخالف معتقداته، وكلنا ادريس. اسو لاغازيزا بيحكي. اسمه ادريس غانا غاي، ينشط في نادي باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي رفض المشاركه في جوله دعم اكرمكم الله لينقلب عليه العالم الغربي ويشن عليه حمله شرسه من سب وشتم واصفينه باقبح الصفات والسؤال هنا الى اين هي الحريه والعداله التي يتغنون بها طول الوقت كلنا معك ادريس اللهم اعز الاسلام والمسلمين ايضا كان هناك تعليقات فاطمه الغربي بتحكي لا خير فينا ان تركنا اخينا ادريس غان لاعب غاب عن دوره دعم المثليين، هذه حريه شخصيه وعلامه تعجب لا ما دام الموضوع في اسلام مش حريه شخصيه وطبعا كانت هذه الجمعيات التي تهاجم ادريس كانت تقول بانه هذا ليس راي انما انه هذه جريمه في حق المثليه وكان يجب عليه إنه يشارك ولا يتحدث أبداً عن رفضه لدعم المثليين. عز الدين سبور لايف بيحكي إذا تعرض أدريس غاي لأي عقوبة من إدارة باريس سان جيرمان على موقفه الرجولي وعلى مبديه الديني، فيجب أن تكون هنالك حملة شاسعة على صفحات باريس سان جيرمان في كل المواقع تضامناً مع أخونا في الله كلنا أدريس غاي. ايضا محمد جمال عبد الظاهر بيحكي كلنا ادريس غاي الذي رفض ان يدعم المثليين والشواذ فحققوا معه ومن الممكن ان يخسر عمله وشهرته لكنه كسب تمسكه بدينه وفطرة الانسانيه السليمه وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم ثبتنا على دينك هذه هي التعليقات وكان هناك ايضا تامر فوزي بيحكي حريه التعبير فقط مسموحه ضد الاسلام والمسلمين هذه هي ازدواجيه المعايير والكيل بمكيالين لاعداء الاسلام، كل الدعم والتقدير للاعب السنغالي المسلم ادريس خان. ايضا محمد احمد قال اكثر لاعبين اتخذت مواقف عظيمه لنصره الاسلام والمسلمين وضحوا بمستقبلهم من اجل تمسكهم بدينهم، لا خير ان نسينا اللهم انصر الاسلام والمسلمين، ذكر اسماء اللاعبين اللي كان لهم مواقف واضحه كان أولهم محمد أبو تريكة المصري وعمر كانوتيه ومسعود أوزيل وإدريس غان تعليقات عديدة ومواقف كبيرة هذه الصورة أيضا انتشرت بشكل كبير وصور أخرى أيضا لإدريس غالي تؤكد على أنه مسلم وكذلك على رفضه أبدا لموضوع دعم المثلية الجنسية ننتقل من دعم وتفاعل الناس عالميا مع إدريس غانا فيما يخص النادي الفرنسي وكيف كان موقفه من الشذوذ الجنسي إلى التفاعل والترحم أردنيا على رئيس رابطة مشجعي نادي الوحدات أبو سعد رحمة الله عليه هذا الذي كان المحفز الأول لرابطه ولمشجعي نادي الوحدات، دائما ما كنا نرى هذا التراحم واواصر المحبه بين مشجعي ومتابعي النادي، وكان ذلك في اثناء يعني مراسم دفن وعزاء ابو سعد. بالعالي سمعني كفك! بالعالي سمعني كفك! ارفع ايدك يا جمهور! ارفع ايدك يا جمهور! يا زي ما انت عارف احنا انتمائنا لنادي الوحدات انتماء غير غير طبيعي حب غير طبيعي ارتباطنا فيه كالواح كانه مرتبط باهله باولاده في ابوه في امه اللهم انصر فلسطين امين اللهم انصر فلسطين امين اللهم حرر اقصانا امين اللهم حرر اقصانا امين اللهم ارحم شهدائنا امين اللهم فك رحمه الله عليه تعازينا الحاره للكره الاردنيه ولجمهور الوحدات وللشعب الاردني كذلك نعم احيانا نخسر هذه القامات ولكن تبقى موجوده في الذكريات وفي وجداننا كذلك وندعو لها دائما تعليقات عديده كانت في تعزيه ابو سعد ومنها احمد الطريفي يقول رئيس رابطه مشجعين الوحدات وكبير المشجعين وصوت الوحدات في جميع الصولات والجولات واللي تقريبا ما في مشجع راح على الاستاد وحضر مباراه الا وشافوا عرف ابو سعد ابو سعد في ذمه الله انتقل الى جوار ربه رحمه الله على ابو سعد هذا كان احمد الطريفي وتعزيته لابو سعد ايضا هناك صدى جماهير الوحدات صوره من اجواء الاحتفال بدور عام السبعه وتسعين ابو سعد رحمه الله سائق التاكسي نرحل وتبقى الذكريات اصبح من الماضي الجميل لنادي الوحدات هذا حال الدنيا بال97 ابو سعد كان يسوق التاكسي فرحان ومبسوط بفوز الوحدات والان نعزي ابو سعد ونترحم عليه ان شاء الله تعالى ايضا هناك تعليقات مهند جويرس بيحكي مئات الحملات الإعلامية ألاف المناشدات والمطالبات من إدارات الأندية ولم تتوحد الجماهير إلا بعد وفاة رئيس رابطة مشجعين نادي الوحدات سعيد الصيرفي أبو سعد وكان ذلك فعلا على المقبرة عندما قالوا واتحدوا وذكروا انه لن يكون هناك اي سباب ولا شتام بين النوادي بشكل عام حين وفاته رحمه الله عليك يا ابو سعد وصاياك بدات تتحقق بهمه الجماهير الاردنيه وان شاء الله تستمر للابد الله يديم المحبه بين الجميع هذه التعليقات كانت في وداع ابو سعد رحمه الله عليه نعم دائما يعني نرى هذه المشاعر وهذه كل ما يمكن الحديث في تعزية من قدم للأردن أيا كان مكانه هو في أي وقت رحمة الله على أبو سعد اهلا بكم من جديد، ايضا هناك تفاعل الناس مع مواضيع عديده ولكن الرابط المشترك فيما سنذكره الان هو المجسمات. في شارع الحريه انتشرت صوره لمجسم كبير ابيض في شارع الحريه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هذا المجسم وصفوه الناس بانه الرجل الحيران خلال يعني متابعتهم وتفاعلهم مع هذا المجسم. هناك كانت تعليقات عديدة حول هذا الأمر رندا عوض منصور كانت تحكي فاهم الوضع تماما ومحمود عثمان صورة معه شخصيا كان بإكسبو شكلهم سرقوه من هناك يعني من الإمارات وجابوه وحطوه في شارع الحرية هذه التعليقات كانت محمد أبو الهيجة أيضا إيش قصة المجسم الموجود في عمان شارع الحرية تقول عليه قرض حيران إنه عليه قرض من البنك زي وزي باقي الشعب الأردني أيضا من التعليقات التي كانت أبو ليث الكيلاني بيحكي هاد كان عنا شو بيساوي بالأردن ورد واحد عليه اسمه طارق الحداد بيحكي قطعة فنية بعنوان عليه شكات كل التعليقات كانت على قديش مهموم ومغموم هذا الرجال وهذا التمثال واللي جابوه من الإمارات واللي بيحكي شو بيسوي هون آه سونيا لحياني بتحكي يفعل الجاهل بنفسه أكيد أقصد المسؤولين وليس الشعب الشعب بريء وفي حاجه لمناظر مفرحه طبعا سهاد حميداني بتحكي هذا مثل الشعب الاردني وميدلن نازيه خضر بيحكي هذا سوري اكيد واكيد متعثر ماليا مش اكثر جونا سرور وليديا الصفدي بتحكي هذا اردني بامتياز اللي عمله فاهم الحياه بالاردن شو هي هذه التعليقات واكثر كانت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ننتقل لمجسم لا بل هو تمثال وهو أبو الهول في مصر صح المصريين بيوم من الأيام وشافوا أنه أبو الهول اللي مفتح عيونه دايما أنه عيونه مغمضة فاستغربوا الناس وقالوا معقول هذه أعمال ترميم أو غيره اللي غمضت عيونه بيوم واحد هذا الخبر اللي انتشر اتفاعل عليه المصريين بشكل كبير وحتى العالم كذلك وانتشر وكانت التعليقات بتحكي أحد التعليقات وأولها سلمى الشيمة بتحكي الشيمي حيحصل سف كتير للأسف بس اللي حصل النهاردة أمر غريب ومثير للشك أكثر من شخص ومصدر لقطوا صور وفيديوهات لأبو الهول وهو مغمض العين الأمر غريب جدا وأي حد ممكن ما يصدقش لكن اللي حصل حقيقي ومتصور وموجود فعلا يعني سلمى مصدق الموضوع بشكل كامل والغريب في الأمر أنه ما حصلش أي ترميم أو قرب من وجه أبو الهول والموضوع مش طبيعي يعني ناس صدقوا أنه فعلا غمض عينه أنه في شيء غريب حصل لأبو الهول أحمد بحيري أحمد حتى أقطع الشك باليقين قررت أن أقطع مشوار لهضبة الأهرامات وأتأكد من صحة أبو الهول وحقيقة غماضه لعينه وبالفعل وجدت الرجل مغمش العديد يعني بغط في ثبات عميق هروبا من حال المصريين وسوء طباعهم وعدم اهتمامهم به فما كان منه إلا أنه قرر يغمض عينيه قليلا لعله يستيقظ على وضع أفضل لهضبة الأهرامات المحيطة به طبعا هذا واضح أنه تعليق سياسي على حال المصريين وأنه أبو الهول المجسم والتمثال مش متحمل الوضع ذا بيست في حدث فريد من نوعه أبو الهول عيونه مغمضة بيقولوا مات بدون تفسير أو سبب واضح ومش فوتوشوب لأنه ليه فيديوهات كتير بتصوره من كذا حد تقدر تبحث على اليوتيوب وجوجل وعلى الفيسبوك شفت كذا فيديو ومش عوامل تعريه لان عوامل التعريه مش هتغمض عينيه بين يوم وليله وفجاه كده حد عنده اي تفسير ضل الاردني يضل المصريين من غير اي تفسير لما طبعا اكدوها وثبتوها وراحوا عند ابو الهول وشافوا انه مفتح وعرفوا انه لا في لعب في عيونه ولا شيء انما الموضوع هو فوتوشوب خلال برنامجنا في ترندات راح كل حلقه نتحدث عن الامور اللي بتخص السوشيال ميديا ومواقع التواصل وكيفيه التعامل معها واي امور او تطورات تكنولوجيه. في اول حلقه واول ضيف إنا راح يتحدث معنا هو الخبير عبد اللطيف نجم ليحدثنا عن محددات الدخول الى العالم الرقمي والنصائح المهمه لما بنستخدم مواقع التواصل تحديدا نتابع هذا الفيديو والنصائح من عبد اللطيف نجم. مرحبا تريد أو تريدين دخول العالم الرقمي إذا أربع محددات لا تتحركوا دونها الجمهور اعرفوا عنه كل شيء أين يتواجد في أي منطقة جغرافية أين يتواجد على أي منصة لأن جمهور فيسبوك يختلف عن جمهور يوتيوب يختلف عن جمهور انستغرام وهكذا وهذا سيفيدك كثيرا عند صناعة المحتوى اعرف متوسط اعمار جمهورك، ثقافته، حالته الماديه، اي معلومه ستستطيع ان تعرفها او تعرفينها عن الجمهور ستخدمكم كثيرا عند صناعه المحتوى. لماذا يستخدم جمهوركم اقصد الذي تستهدفونه المنصات الرقميه للتسليه والترفيه، لمعرفه الاخبار، لجمع المعلومات، للتسويق، لماذا يلجؤون اقصد الى المنصات الرقميه؟ اذا عرفتم ذلك سوف توجهون لهم محتوى اكثر دقه قادر على استهدافهم. ثالثا وقت الذروة. ما هو الوقت المناسب الذي يفضله جمهوركم لمشاهدة وتصفح المنصة الرقمية التي تستهدفونه من خلالها؟ إذا عرفتم الإجابة عن ذلك سوف توجهون المحتوى المناسب في الوقت المناسب إلى الجمهور المناسب فتحققوا أكثر مستوى من التفاعل. رابعا وأخيرا متوسط الجلسة. اعلموا أن الجمهور بشكل عام لا يقضي وقتا طويلا على المنصات الرقمية في الجلسة الواحدة أقصد، لذلك يجب أن يكون محتواكم رشيقا قصيرا مختصرا ومركزا ومكثفا ومعد بطريقه تفاعليه وجاذبه. هذه اربع محددات تشير اليها الدراسات الحديثه. اعرفوا اكثر عن هذه المحددات الاربعه وكيف يرتبط جمهوركم بها لتوجهوا له المحتوى المناسب في الوقت المناسب وتحققوا اكبر قدر من التفاعل. لعلي في فيديوهات قادمه اتحدث بشيء من التفصيل عن كل محدد من هذه المحددات. وفي آخر فقراتنا وفي كل حلقة إن شاء الله راح يكون هناك تعريف لمصطلح معين يستخدم في السوشيال ميديا وفي مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا اليوم المصطلح وهو الأكثر انتشارا ونلازم كلنا نعرف ونعرف معناه هو الهاشتاج. كثير بنسمع عن الهاشتاج ولكن تعريف الهاشتاج هو عباره عن كلمه مفتاحيه او عبارات مفتاحيه متعدده الكلمات للمساعده في عمليه فهرسه الكلمات او الموضوعات حيث تقوم بتصنيف المحتوى وتسمح للاشخاص بمتابعه الموضوعات التي تهمهم بسهوله يتم استخدامها في مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه في تويتر وانستغرام طبعا الهاشتاج فكرته الاساسيه حتى يجمع الناس في كلمه واحده لحتى برضه يعرفوا رواد مواقع التواصل والخبراء انه كم عدد التفاعل، وبالتالي نجد انه اكبر عدد تفاعل هو الاكثر انتشارا فالناس يكون مؤشر الها في تفاعل الناس وهذا يصل طبعا الهاشتاج تفاعله للعالم كله، احيانا في مناطق في بلدان ولكن عندما يكون شيء عالمي فيكون هناك تفاعل عالمي وهذا الهاشتاج طبعا وحجم تفاعل الناس معه بيكون واضح في مواقع التواصل مثل تويتر هناك مكان خاص للهاشتاج لتعرف مين أكثر ترند وأكثر هاشتاج بتم التفاعل معه بشكل كبير ليحقق ويصبح هذا الترند أي حديث الناس وتفاعل الناس معه بشكل كبير وصلنا معكم في تعريف هذا المصطلح لنهاية حلقتنا من الترند آت وهذه الحلقة الأولى ونلتقي فيكم إن شاء الله كل أسبوع في مواضيع جديدة وتفاعلات جديدة إن شاء الله تعالى إلى اللقاء